السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نحفظ الحروف بطريقة سهلة وسريعة ومبسطة للأطفال. اهم حاجة ان لازم يكون عندنا كده لوحة بالحروف وبالكلمات المرتبطة بالحروف اللي احنا عايزين نديها، وتأكدي ان الموضوع هيوصل بطريقة سهلة ومبسطة جدا للطفل. اول حاجة هنقول لازم لوحة يومية بالصور ولوحة من غير صور. ازاي؟ بصوا معايا، يوميا هنردد مع بعض ومع الطفل: ألف أرنب أرنب ألف 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 أرنب أرنب ألف 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 أرنب أرنب ألف 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 باء بطة بطة باء 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 بطة بطة باء 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 تاء تمر تمر تاء 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 تمر تمر تاء 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 ساء ثعلب ثعلب ساء 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 ثعلب ثعلي ثعلب ساء 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 جيم جمل جمل جيم 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 حاء حمامة حمامة حاء 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 حمامة حمامة حاء 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 حمامة حمامة حاء 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 خاء خروف خروف خاء 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 خروف خروف خاء 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 دال دب دب دال 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 دب دب دال 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 زال زيلي زيلي زال زل زل زال زال زيلي زيلي زال زل زل زال راء رجل رجل راء 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 رجل رجل راء 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 زي زهرة زهرة زي 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 زهرة زهرة زي 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 سين سمكة سمكة سين 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 سمكة سمكة سين 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 شين شمسي شمسي شين 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 شمسي شمسي شين 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 صاد صقري صقري صاد 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 صقري صقري صاد 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 ضاد ضابط ضابط ضاد 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 ضابط ضابط ضاد 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 ضابط ضابط ضاد 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 طق طائرة طائرة طاء طق طق طاء طق طائرة طائرة طاء طق طق طاء زاء زفري زفري زاء 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 زفري زفري زاء 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 عين 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 غزالة غزالة عين 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 غزالة غزالة عين 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 فاء فراشة فراشة فاء 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 فراشة فراشة فاء 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 قاف قمر قمر قاف قف قف قاف قاف قمر قمر قاف قف قف قاف كاف كعبة كعبة كاف كف كف كاف كاف كعبة كعبة كاف كف كف كاف لام لحمي لحمي لام لم لم لام لام لحمي لحمي لام لم لم لام ميم موزي موزي ميم 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 موزي موزي ميم 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 نون نخلة نخلة نون 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 نخلة نخلة نون 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 هاء هرم هرم هاء 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 هرم هرم هاء 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 واو وردة وردة واو 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 وردة وردة واو 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 يا يدي يدي يا 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 يدي يدي يا 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 احنا خلاص قعدنا نكرر ونزيد ونعيد في الحروف بالاشكال بتاعتها. هنبدأ كمان في اللوحة اللي بعد كده. خلصنا؟ احنا المفروض ان الموضوع ده عايز كلام كتير كلام كتير كلام كتير للاولاد، ما نبطلش علشان الاولاد يركز في دماغهم الحروف. المفروض ان احنا ندي حرف حرف من غير ما نوري الحروف كلها للاولاد. لا، ده احنا يوميا لازم نوري الاولاد الحروف كلها، لازم يكونوا مشايفينها، بحيث ان احنا لما ندي حرف جديد ما يكونش جديد عليه. انت شفته قبل كده وشفناه قبل كده وعارفين مثلا العين عين 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 عين، فالمفروض ان الحروف دي مرت عليه قبل كده. خلاص، طب ندي الحروف بقى مجرده. ندي الحروف مجرده ازاي؟ نقول له في اللوحه دي من غير صور: الف 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 باء 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 تاء 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 جيم 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 حاء 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 خاء 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 دال 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 راء 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 زي 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 سين 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 شين 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لم لم لام ميم 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 نون 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 هاء 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 واو 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 ياء ياء ياء. يوميا نفضل نقول كده يوميا يوميا يوميا. وخلصنا؟ لا، ما خلصناش. اول ما نيجي بقى نبدا ندي حروف للاولاد، احنا قلنا اللوحه اللي بالصوره واللوحه المجرده، نبدا بقى
ناخد 4 حروف، نركز على 4 حروف. ايه ده، هو احنا هندي للطفل في اول يوم 4 حروف؟ لا طبعا، حرف واحد بس. احنا قلنا كل الحروف بالصور، وبعدين قلنا الحروف مجردة من غير صور. هنركز له على اول اسبوع، هنركز على اول 4 حروف لحد ما يخلصهم، وبعدين نركز على الصف اللي بعده ال4 حروف اللي بعدهم. ازاي يعني؟ المفروض نقوم قايلين له ألف ألف ألف، نعيدهم له ألف ألف ألف، باء باء باء، تاء تاء تاء، ثاء ثاء ثاء، ونعيد نعيد 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 فيهم ألف ألف ألف، باء باء باء، تاء تاء ثاء، ثاء ثاء ثاء. خلاص خلاص، احنا كده ايه، خلصنا. نقوم بادئين نديله أول حرف. أهم حاجة علشان نديله أول حرف لازم نعلمه إن في عندنا سطر. أهم حاجة إن في عندنا سطر، لازم يعرف السطر، ولازم يعرف إن الألف لما بيجي يكتب ما بيكتبش على السطر، كده يبقى غلط، وما بيكتبش تحت السطر، كده برضو غلط. لازم يكتب الألف فوق السطر. الحاجات دي مهمة جدا، إن طريقة الكتابة والهمزة بتاعته. الهمزة ما ينفعش تبقى ملزوقة في الألف، وما ينفعش تبقى على الألف، لازم تبقى بعيدة عن الألف. الحاجات دي لازم اللي احنا نشرحها كمان للطفل، والطفل كمان هيستقبلها وهيفهمها أكتر. خلاص، حفظ حرف الألف بطريقة سهلة ومبسطة، وبعدها بيومين ندي الحرف اللي بعده. السلام عليكم.